طيب انا هختم بان انا احاول اكون متفائل واذكر الفرص اللي ممكن مصر استفيد بيها من الازمه اللي احنا فيها، وخمس حاجات سريعه. اول حاجه زي ما الدكتور ابراهيم قال، الازمه اللي فاتت سواء اوكرانيا وروسيا سواء الكوفيد ادى الى انهيار سلاسل القيمه المضافه او سلاسل الامداد، والعالم بصدد إعادة تشكيل ذلك، ومصر مؤهلة بشدة جغرافيا ووظيفيا وسياسيا واقتصاديا إنها تدخل في هذه المعادلة، ودي فرصة يجب أن تقتنس، لأن حتى بقى الحسابات بتاعت سلاسل القيمة المضافة لا تقوم بالضرورة على الميزة النسبية، ولكن بتقوم على العلاقات السياسية والجيوبوليتكس والجيو إيكونومكس وكل الكلام ده. فده نمرة واحد يجب أن نسعى إليها، والمنافس الأساسي لينا هو المغرب، وبالتالي يجب الالتفات لذلك. اثنين، تصدير الخدمات، وسأذكرها مرة واثنين وثلاثة. قصة مصر بوابة للعالم العربي وفقدناها، بوابة لأفريقيا لم نفقدها بعد ويجب الالتفات ليها. عندنا خدمات مالية، خدمات تكنولوجيا معلومات، نحن قادرين على تصديرها مش بس لأفريقيا، للعالم أجمع. ناس ما تعرفش كتير إن الكمبيوتر اللي موجود في البي ام دبليو ده بصنع مصريين، وبالتالي هذا المجال قوي جدا عندنا. ثالث حاجة، البشر اللي احنا بنصدرهم، لو اعتبرت آسفا ان هم سلعة ولكن اعتبرهم مورد اقتصادي، يجب التأهيل. وفي الفترة الأخيرة الدولة التفتت إلى وزارة المصريين بالخارج، عملت دور في الحفاظ على حقوق المصريين، تأهيل المصريين يكون مناسبا للي موجود بره. صحيح. اما اوروبا تطلب ممرضين، هي بتطلب بتخصصات معينه، ما فيش حاجه اسمها ممرض وخلاص، ده يجب الالتفات له. اربعه، الريسايكلينج، احنا عندنا زباله كتير جدا، عندنا اعاده تدوير، ممكن هذه الصناعه تدر ملايين وتشغل ملايين، محتاجه ضبط واجراءات بتعاون ما بين وزاره البيئه والمحليات ووزاره التجاره والصناعه، ادخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وسينطلق هذا. واخيرا كما ذكر صديقي العزيز دكتور محمد، القوى الناعمه، وده يتمثل في السينما، في الموسيقى، في الثقافه، في الاثار، في الشواطئ، في السياحه العلاجيه، في السياحه الدينيه. استثمارها يجب ان يكون اكثر، لان امكانيات مصر واعده فيها، في التعليم حتى على المستوى الاقليمي، طبعا احنا بنتكلم على الاقليم او حتى على المستوى العالمي. تمام.